السلام عليكم، عسلامتكم الناس الكل ومرحبا بكم معنا في الكونفرنس دو بريزونطاسيون لينيا دي كونسيبت كلوب شوب ريورد. معكم حسن بوزيد ديريكتور اكزيكيتيف في لونتربريز كلوب شوب. يسعدني برشا التواجد نتاعكم معنا في السال دو كونفرنس اللي كما قلت من خلالها باش نقدم لكم فكره شامله على منظومه الكلوب شوب ريورد. ان شاء الله تكونوا تسمعوا فيها بالواقع. حاولوا تكونفيرمو لي في الميني تشات اي ميرسي. اوكي تري بيان 5 سير 5. يعطيكم الصحة الناس الكل. دونك مرحبا بكم، مرحبا باللي مومبر اللي يحضر معنا اول كونفيرونس دو بريزونطاسيون. الكونفيرونس نتاع الليلة مخصصة ليكم انتوما الناس الجدد باش تفهموا البرانسيب نتاع منظومة كلوب شوب اي سيرتو كيفاش نجمو تستغلو البي سي نتاعكم كونيكسيون انترنت والطون ليبر اللي عندكم شاك جور باش ديفلوبي بروجي اليشير انترناسيونال اللي يخليكم تتحصلوا على مداخيل شهرية مهمة ايفوليتيف تتطور من شهر الى اخر نتيجة العمل اللي انتي مش تقدمو معانا. قبل ما ننطلقوا في البريزنتاسيون وقبل ما نحكيو على الديتاي نتاع المنظومة هذية باش نزيدو نستناو كلك مينيت دقيقتين ثلاثة ماكسيموم ثم ننطلقوا نستناو لي مومبر يلتحقوا بينا ثم ننطلقوا على بركة الله في تقديم منظومة الكلوب شوب ريورد. دونك حاولوا تعاونوا لي نوفو مومبر نتاعكم انهم يلتحقوا بالسال دورينيا. دقيقتين ثم نواصل تقديم منظومة الكلوب شوب ريورد. مرحبا بك. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا باللي مومبر اللي يحضروا معنا اول كونفرنس دو بريزونطاسيون لمنظومة الكلوب شوب. الهدف من اجتماع نتاع الليلة هو ان نقدم لكم لافير كلوب شوب اون جينيرال، سيتادير مش نحكيو اون دون اون اور او ماكسيموم على الشركة هذه
تاريخ التأسيس بتاعها، معناها كيف باش نحكيو على نوعية الخدمات اللي تقدمها لونتربريز بلوكشار، مش نحكي لك زاد على كيفاش نجم تستغل المنظومة هذه باش تكون مدخول شهري نهاية كل شهر بيانسير، والمدخول هذا كيفاش باش يكون معناها ايفوليتيف، قداش تنجم تكون معناها روبوني في لونتربريز بلوكشار ريوردز. به العمل هذايا يندرج في عالم التجارة الإلكترونية والعمل عن بعد. العمل هذايا تقدمه لك لونتربريز بلوك شوب ريوردز. دونك تقولوا شنو هي البلوك شوب ريوردز؟ شركة البلوك شوب هي شركة خدمات تأسست سنة 1997 عن طريق السيد ريشارد بيكبرغ، ويوجد مقرها الرئيسي في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية. كما تشوفوا قدامكم الفوتو تاع مسيو ريشارد كبر، وكيف كيف السياج تاع لونتربريز في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية. مع العلم انه شركة الكلوب شوب راهي ماهيش موقع ربحي، ماهوش سيت موجود على الانترنت باش نتحصل على مداخيل من غير ما نقدم حتى ايفور ومن غير ما نجتهد. راهو السيفري مش نحكيو على ترافاي ا ديستونس، معناها ترافاي نجمو نخدمو معناها ونكونو دي روبوني بالعمل لبضع ساعات في اليوم باستعمال الانترنت والمنزل بتاعنا من غير ديبلاسمون، لكن هذا ما يعنيش انه احنا مش نشاركو في موقع ربحي وكيما بليزيور سيت ومش نعمل انفستيسمون وبعد ذيك مش نبدا ندخل في فلوس سون ريان فير. هذا ماهوش معناها الشيء اللي احنا نقدموه. دونك احنا اونتربريز قائمة الذات، عندنا تو 19 سنة ديكسبيريونس. الشركة هذه موجودة في فلوريدا وكيف كيف ممثلة في تونس بشركة دي اش اس كلوبتينيزي اللي هي الشركة اللي تمثل كلوب شوب ريورس. الشركة هذه تأسست سنة 2010 عن طريق السيدة ثريا السيلي، وهي اونتربريز تخدم اون توت ليغاليتي في تونس. دونك مش نحكيو على نوعية جديدة من العمل، هو العمل عبر الويب، هي ثقافة جديدة. ما كناش نعرفوا انه نجموا نخدموا في معناها في تونس بالانترنت. مازال ما حتى برشا ناس مازال ما هيش واعيه انه اليوم الانترنت نجموا نستغلوه في حاجه تفيد، ماهوش كان وسيله تشات معناها فيسبوك وتويتر معناها حاجات جيست بور باسي لو طون. لا، اليوم الانترنت نجموا نخدموا به ونجموا نكونوا مداخيل مالية محترمة نهاية كل شهر اون توت ليغاليتي. أول حاجة أي سيرتو معناها روفوني يبدا حلال، مش حاشاكم قمار ولا إنسان يلعب في حاجة باش يدخل معناها يكون مداخل. هذا ماهوش السيجي بتاعنا بالكل. دايور أنا نخدم في لونتربريز كلوب شوب منذ ديسمبر 2009. به مش نقدم لكم الأهداف الرئيسية بتاعنا في المشروع هذايا، معناها شنو الهدف من المشروع هذايا، شنو يعني الهدف الرئيسي والاهداف الرئيسيه نتاع المشروع كلوب شوب هي نفس الاهداف نتاع الشركه الام. دونك الهدف الاولاني هي مساعده الناس على التسوق والشراء باقل تكلفه ممكن على مدار السنه. تعرفوا فما غلاء الاسعار، الاسعار معناها كل نهار تزيد، القدره الشرائيه تنقص عند برشا ناس. اي انسان فيكم في العالم هذا يبحث عن فرصة باش يشري بأقل تكلفة ممكنة. فما ناس باش يشري فيتمون وغيره تبدا تستنى في الموسم نتاع السولد، ألور كو مع الكلوب شوب ما عادش تستنى موسم السولد، لأنه باش يولي عندك الفرصة باش تشري على مدار السنة بتخفيض، وبالتالي تحسن في القدرة الشرائية نتاعك. كيف كيف من الأهداف نتاعها هي مساعدة العاطلين عن العمل على العمل من فرصة عمل بمواصفات عالمية. اش معناها الكلام هذا؟ معناها لونتربريز مش تعطي فرصة لأي واحد، سيرتو احنا في تونس ناخذ اكزومبل نتاع تونس، فما أكثر من 800,000 بطال، ما مش كان في تونس، في الجيري، في المغرب، في أي بلاد في العالم، فما مشكلة كبيرة هي مشكلة البطالة. دونك كلوب شوب نجم تمنح الفرصة لأي إنسان بطل في تونس ولا في المغرب ولا في الجيري ولا في اي بلاصه في العالم من فرصه باش يقطع نهائيا مع حاجه اسمها الشوماج، ويجم يبدا ينطلق في
تطوير المشروع نتاعو باستعمال التكنولوجيا الحديثه اللي هي الانترنت. هذاك علاش يعني انسان شو يبحث هو فينالمون؟ يبحث عن فرصه عمل تكون فيها عنده الحريه في اختيار ساعات العمل، يكون يخدم كونفور، معناها كل انسان يحب يخدم معناها كونفور، ما يكونش يقوم ما نعرفش انا باش يخدم الثمانية ويكمل الستة وتعب واتسيتيرا. دونك مواصفات عالمية معناها باش يكون عندك حرية في اختيار مكان العمل، ساعات العمل، وانت اللي مش تحدد استراتيجية العمل بتاعك والاهداف اللي انت تحب تحققهم مع شركة الكلوب شوب ريورز. كيف كيف مساعدة كل شخص على تحسين مداخيل الشهرية بالعمل لبضع ساعات في اليوم. معنا اليوم في الكونفرنس ولا مام معنا في الشركة، وفما آلاف نتاع الناس في العالم يخدموا ديجا في شركات ولا عندهم مشروع خاص، هذوما يتحصلوا على مداخيل، لكن المداخيل ما تحققش الطموحات نتاعهم والأهداف نتاعهم في الحياة. اليوم بخلاف الخدمة نتاعهم ينجموا يستغلوا الانترنت للعمل برا ساعات في اليوم. فار اكزومبل في الليل كيما احنا تو قاعدين في اجتماع نخدموا في 9 نتاع الليل، دونك الناس هذوما اي انسان يخدم عنده الامكانية باش يخدم حاجة كومبليمونتير اللي تخليه يتحصل على مداخيل شهرية. كيف كيف الهدف نتاعنا من المشروع هذايا هو مساعدة الجمعيات اللي الهدف نتاعها غير الربح المادي، كما الجمعيات الرياضية، الجمعيات الخيرية، جمعيات نتاع ذوي الحاجيات الخصوصية وغيره، من تكوين موارد مالية اللي هي المعضلة الكبيرة عند الجمعيات. عندهم أهداف اجتماعية كبيرة لكن يلقوا صعوبات باش يقوموا بالأنشطة نتاعهم لأنه فما غياب حاجة اسمها التمويل. اللور ينجموا عندنا برنامج متكامل للجمعيات يخليهم يتحصلوا على مداخيل مالية وموارد مالية شهرية اللي تخليهم يقوموا بالأنشطة نتاعها بكل أريحية. وكيف كيف عندنا أهداف أخرى وهدف أخير هو مساعدة التجار على تطوير نشاطهم التجاري. دونك فما بليزيور برشا تجار في العالم هذا، هو مش في العالم هذا هو، معناها أي تاجر في الدنيا هذه كلك سؤال المداخيل نتاعو أكيد يبحث أنه يربح أكثر، يبحث انه يطور النشاط نتاعو، اذا كان يبيع لوكالمون ماذا بيه يبيع حتى لشان انترناسيونال، اذا كان البضاعة ولا الخدمات اللي هو يقدمها ينجم ينشرها لشان انترناسيونال. دونك عندنا كيف كيف برنامج متكامل للتجار باش نعاونوهم على تطوير النشاط التجاري نتاعهم. هذا هو الاهداف نتاع الشركة. باش تحقق شركة الكلوب شوب الاهداف اللي كنا نحكيو عليها، كما تشوفوا اهداف تمس الاطراف الكل، التجار، الناس اللي تحب تشري الكترونيز، الناس اللي تلوج على خدمه، الناس اللي تحب تحسن المداخيل نتاعها، الجمعيات اللي تبحث على موارد ماليه، معناها تقريبا الاطراف الكل المكونه للمجتمع. ديجا شركه الكلوب شوب نجم نقدم لهم امتيازات. هذاك علاش انا نقول انه المنظومه هذه اللي انا نفتخر اني نخدم فيها منذ ديسمبر 2009 نفتخر بها لان منظومه بالحق تقدم معناها برشا ايجابيات وبرشا امتيازات لبرشا اطراف، وكي انسان يخدم يحس بروحه وكانه في عمل خيري، معناها انك تجي تاجر تعاون باش يحسن المداخيل نتاعو، انه تجي الانسان تعطي فرصه باش يشري ابيكرونيز، انه تجي الشخص يكون معناها في الشوماج تعطي فرصه يولي عنده مدخول، يجي الشخص معناها مداخيله ضعيفه يولي يزيد يحسنها. معناها انا واحد من الناس برمي لي بارتنير اللي نفتخر بالمنظومة هذه، وهذاك علاش معناها نجتهد كل نهار باش انه نعطي الشانس هذه لاكثر عدد ممكن من الناس باش يستغلوها، مهما كانت الصعوبات ومهما كانت العراقيل اللي تعترض بأي مشروع في الدنيا هذه، توجور ننظر قدام اي توجور اون ترافاي بور معناها باش نحققوا لي زوبجيكتيف هذوما، وباش فينالمون نوصلوا انه نحققوا الاهداف هذوما بالطريقه اللي نبحثوا عليها. دونك نرجع للموضوع نتاعنا، باش تحقق شركه الكلوب شوب الاهداف هذه قامت انشاء زوز حاجات. الحاجه الاولى هي انشاء البوابه العالميه للتسويق والتسوق كلوب شوب مول، والحاجه الثانيه قامت انشاء بطاقه الوفاء كلوب شوب ريورز. هذا نفسر لكم حاجه بالحاجه.
هيك نبدأ بتقديم البوابة العالمية للتسويق والتسوق كلوب شوبر. البوابة العالمية هذه هو موقع على الانترنت، اي انسان ينجم يدخله في اي مكان في العالم اترافير لو سيت www.clubshop.com/cs. البوابة العالمية هذه تضم تجار ومحلات تجارية متعاقدة مع شركة كلوب شوب، اول حاجة مختلفة اختصاصاتها، دي ريستوران، دي سالون دو تي، نعرفشنا يبيع ماتريال انفورماتيك، سالون دو كوافير، اي حاجة معناها تو لي كاتيجوري نتاع لي كوميرسون ليغال متواجدين في البوابة العالمية هذوما ومنتشرين في مختلف انحاء العالم. تقريبا المحلات التجارية البارتنير متواجدين في اكثر من 67 دولة في العالم. البوابة العالمية هذه تقدم امتيازات للتجار المتعاقدين، كونها اي تاجر يوافق انه يكون شريك ولا بارتنير في الانتربريز كلوب شوب ريورز مش يتحصل اول حاجة على الاشهار المجاني على المستوى العالمي. مثال اي تاجر، ناخذ هنا اكزامبل نتاع تاجر، تلقى الاسم التاجر، تلقى البورسنتاج اللي هو مش يقدمه للحرفاء المنخرطين في شركة كلوب شوب، معناها هو تخفيض بيكون على مدار السنة وينجم يتغير التخفيض هذا، ينجم يكون 10، ينجم يكون 15%، ينجم يكون 20 اكسترا. كيف نلقاو الادريس نتاع الكوميرسون هذايا في السوق، ونلقاو زادا النيميرو تليفونيك نتاعو. دونك اي واحد فيكم ينجم يدخل ويتعرف على التجار الموجودين في الولاية اللي هو فيها يسكن فيها والا في البلاد اللي هو يسكن فيها اترافير، يعني ينجم يدخل تعرف لي سيت مارشون اللي موجودين ويبيعوا على الانترنت، وتنجم تعرف لي كوميرسون اللي موجودين في الاسواق وتعمل تروا شوا، تختار البلاد اللي تحب عليها والولايات، عندك تروا شوا. دونك تخرج لك الليست نتاع لي كوميرسون بارتنير اللي اي انسان معناها ينجم يشري على مدار السنه بتخفيض. دونك هذا دور البوابه العالميه، كونها تنشر التجار المتعاقدين مع شركه كلوب شوب وتعرف بهم على المستوى العالمي، ثم هي كيف تمنح المجال لاي شخص مسجل مجانا في شركه كلوب شوب باش يتعرف على قائمة التجار في مختلف أنحاء العالم. هذه هو دور البوابة العالمية للتسويق والتسوق كلوب شوب مول. بالنسبة لبطاقة الوفاة كلوب شوب ريوارز، بطاقة الوفاة هذه هي بطاقة مختلفة تماما على البطاقات أو الكارد فيديليتي اللي تعرفهم في حياتك. مش نعمل تو في البريزونتاسيون هذه كما نقولوا الفرق بين الكارت اللي قامت بإنشاء شركة الكلوب شوب والبطاقات الأخرى اللي تعرفها. مثال بطاقة الكلوب شوب هي بطاقة عالمية يمكن استعمالها في أكثر من 67 دولة في العالم، معناها أي واحد فيكم عنده كارت بيديتي هذية كلوب شوب مار ينجم يستعملها في بلاده، وإذا كان يعمل دي فواياج ينجم يستعمل الكارت نتاعو في أكثر من 67 دولة في العالم. هذاك علاش هي بطاقة عالمية. بينما البطاقات العادية هي بطاقة يمكن استعمالها على المستوى الوطني فقط. لكن ناخذوا بطاقة وفاة تاع تاجر معين في البلاد اللي أنت تسكن فيها، البطاقة هذيك نجمو نستعملوها كان في البلاد هذيك فقط. كيف بطاقة الكلوب شوب يمكن استعمالها مع أكثر من 5500 محل تجاري متعاقد، مع العلم أن العدد هذايا في تزايد مستمر تقريبا بصفة يومية، لأن عندنا ناس تخدم في مختلف أنحاء العالم وقاعدة تخدم باش تطور عدد التجار المتعاقدين. يعني البطاقة هذه باسبارتو يمكن استعمالها مع أكثر من 5500 محل تجاري متعاقد. بينما بطاقات الوفاء العادية هي بطاقة صالحة مع محل تجاري واحد، معناها المحل التجاري اللي أعطاك بطاقة الوفاء متاعه نجم تستعملها كان معك، ما تنجمش تستعملها مع تاجر اخر. بطاقة الكلوب شوب تمنحك نقاط يمكن تحويلها فيما بعد الى نقود، معناها اذا كان عندك دي بوان كيميلي هذاك النمبر المعين نتاع لي بوان تنجم بعد تبدلو اون اسبيس. بينما بطاقات الوفاء الاخرى تعطيك تتحصل على نقاط، النقاط هذه يمكن تحويلها فيما بعد إلى وصل شراء، إلى دي بون داشا،
معناها ما تنجمش ترجع النقاط هذوكم اون سبيس. بطاقة الكلوب شوب تمنحك فرصة الحصول على تخفيض مباشر عند الشراء. معناها فما برشا تجار وأغلبية التجار الموجودين في الأسواق يقدموا لك تخفيض مباشر على الكاسة، معناها مش تشري برودوي في رميز تستظهر بالبطاقة أوتوماتيكمون تتحصل على تخفيض سير بلاس، بينما البطاقات الأخرى لا تمنحك فرصة الحصول على تخفيض مباشر، فقط تعطيك دي بوان ايشانجابل بار لا سويت اون بون داشا. بطاقة الوفاة كلوب شوب هي بطاقة مدفوعة الثمن، حدد سعرها في العالم ب 12 دولار. بينما البطاقات الأخرى هي بطاقات مجانية. لكن البطاقة الوفاة كلوب شوب سي فري سي تين كارت بايون، لكن المختلف لي زاشا اللي تمشي تعملها تنجم ترجع قيمة الكارت هذيك في أشياء ولا اثنين. وان بليس البطاقة هذه مش تكون تمثل مورد رزق ليك انت كشخص تبحث على خدمة، للتجار هي كذلك تمثل موارد مالية للجمعيات، وبالكارت هذه مش نفتح المجال لبرشا أطراف باش يكونوا مداخيل محترمة نهاية كل شهر. دونك أكيد فهمتوا الديفيرونس بين بطاقة الوفاة كلوب شوب ريورد والبطاقات الأخرى، وأكيد حسيتوا قيمة الكارت هذه بارابور لي زوتر كارت اللي تعرفوها. نجيو توا للأوفر بروبوزي. علاش احنا عملنا ديزانونس في الانترنت وقلنا نبحثوا على ناس باش تخدم معانا، وقلنا رانا نعطيوك شانس باش تخدم معانا وتكون مداخيل. اذا كانك مهتم باش انك تستغل منظومة الكلوب شوب، دونك العمل المطلوب منك احنا نبحثوا على ناس باش تعاوننا باش تطور البوابة العالمية للتسويق والتسوق الخاصة بشركة الكلوب شوب. كيفاش باش تطورها؟ سهل برشا، هو المزيد تسجيل مزيد من التجار والمحلات التجارية في مختلف أنحاء العالم. يمكن أنت جاي من ولاية ما فيهاش إلى حد الآن تجار متعاقدين، هذاك علاش احنا حاسنا بيك أنت باش تخدم معانا سواء أتون كومبلي ولا أتون بارسيال، باش تعاوننا في تسجيل محلات تجارية جديدة في الولاية ولا في البلاد اللي انت تسكن فيها. البوابة العالمية هذه نحبوها، يعني عندنا نجم نكبر عدد التجار المتعاقدين وبالتالي نعطيه اكثر شواء للناس باش تجري افيكرونيز. وكيف كيف نحبوك تخدموا معنا باش تعاوننا على نشر بطاقة الوفاة كلوب شوب ريورد والتعريف بها لدى الناس، باش نعطيو فرصة للناس انها تشري على مدار السنة بتخفيض من غير ما يستناو موسم الصيف. يعني الكارت هذه نحب نعرفوا بها، يمكن انت قبل ما عندكش فكرة عن كارت كلوب شوب، لكن اليوم ولا عندك فكرة على بطاقة الوفاة كلوب شوب، واليوم ولا عندك فكرة انك اليوم تجي تشري افيكرونيز على مدار السنة من المحلات التجارية المتعاقدة مع شركة كلوب شوب في مختلف أنحاء العالم. هذا هو المطلوب منك في العمل، يعني تشوف حاجات سهلة بوتنسيال كبير. أكيد أنت محاط سواء في البلاد اللي تسكن فيها ولا في البلاد اللي تسكن فيها وإلا على المستوى العالمي، بما أنه البروجي هذايا فيه نقطة قوة كبيرة برشا اللي هي الإنترنت، اللي الإنترنت اليوم تخليني في اتصال مع اي انسان في مختلف انحاء العالم، بالفيسبوك بالسكايب بالايميل. دونك نجم نديفلوب المشروع نتاعي في اي بلاد في اي ولايه وانا موجود قدام البيسي نتاعي في المنزل نتاعي. دونك تشوفوا عمل بوتنسيال كبير، فما الاف وملايين من التجار يستناو فيك انت باش تعطيهم فرصة انهم يحسنوا في المداخيل متاعهم. وفما ملايين من الناس تبحث انها تشري افيكرونيز، وتنجم تعمل بتيت فيريفيكاسيون باش تتأكد من كلامي. نجم غدوة تتوجه لأقرب تاجر عندك معناها قريب ليلك وتسأل تقول له اسكو تبحث على انك تحصل على دينوفو كليون وتربح معناها تحسن المداخيل متاعك، سوي سير كون شي يقول لك وي. إجا لأي واحد من لي زامي نتاعك قول له لو اسكو معناها
تبحث عن فرصة باش تشري برودوي، أي برودوي تحب تشري في حياتك تشري ديما أقل تكلفة مقدة، سوي يصير كونه مش يقول لك وي، دونك أنت عندك بوتنسيال كبير، آلاف لعبات تحب تشري وملايين لعبات تحب تشري هذيك رونيز، وآلاف وملايين التجار تحب معناها تبيع أكثر برودوي ممكن باش يكبروا الشيفر دافير نتاعهم. ألوغ عندنا كونسيبت مرحب بها عند الأطراف الكل. ألوغ توا لازمني جيست نفكسي لا بون استراتيجي باش نخدم، ولا بون استراتيجي هذيا مش نستغل فيها التكنولوجيا الحديثة لتطوير المشروع هذايا، مش على المستوى الوطني فقط، ما على المستوى العالمي. اليوم الانترنت والبي سي موجودة تقريبا في أغلب بيوت الناس، الناس تقريبا الكل متصل بشبكة معناها موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. لا الناس اغلب الناس عندها دي كونت ايميل. اليوم من المنزل نتاعي نجم نكون مرشيات، نجم نكون قاعدة نتاع دي كليون، قاعدة نتاع دي كوميرسون، وانا من المنزل نتاعي. اي وي سي غراس الانترنت. يمكن 20 سنة تاني ما نجموش نحكيو على فرصة كي هذه، لكن اليوم نجمو نحكيو على فرصة كي من هذه. هذاك علاش اليوم لازم نكونوا متأكدين انه اليوم الانترنت راهي وسيلة عمل سيء. انا عندي فيسبوك مانيش قاعد نروح منه حتى شيء، اليوم عندي منظومة متميزة نجم نستغل بها الفيسبوك والانترنت واي حاجة باش نكون مشروع يقدم لي مداخيل محترمة، وهذا اللي باش نشوفه به. المشروع هذا اذا كان تقرر انك تخدم فيه مش يعطيك خمسة طرق ممكنة لتكوين مداخيل شهرية. ايماجيني خمسة طرق ممكنة. انسان ساعات يخدم خدمة تلقى عنده فاسون واحدة، طريقة واحدة باش يكون مدخول، لكن مع شريك الكلوب شوب عندك خمسة طرق ممكنة لتكوين، خمسة طرق ممكنة لتكوين مداخيل شهرية. كيفاش كيكونوا المداخيل هذو؟ عندك نسبة على كل عملية شراء يقوم بها شخص مسجل معاك في الانتربريز كلوب شوب. نعطيك اكزامبل باش تفهمني. مثال اذا كان انت حكيت مع لي زامي نتاعك وموان في الفيسبوك بار اكزومبل، ولا في ولا الفامي نتاعك، والناس هذوما سجلت معاك مجانا كيما سجلت انت معنا في الشركه باستعمال الرابط معنا ليان دو باريناج نتاع شخص مسجل ديجا في الشركه، انت زاد عندك ليان دو باريناج اللي تنجم تسجل به اي شخص تحب عليه في الانتربريز، اللي سيفي بعدا باش تبعث له ليان هذايا باش يسجل. والناس هذوما مش توجههم كيفاش يدخلوا للكلوب شوب مول، معناها كيفاش يعرفوا محل التجاري المتعاقدة، كي هما يشريوا انت عندك نسبة من هيك التخفيض اللي مش يتحصل عليه الكليون اللي مش يشري اون ليني ولا يشري من عند المحل التجارية اللي تقدم نقاط. معناها انت ايماجيني تسجل معاك 1000 شخص من هنا لستة شهور القدام، ولو كان كل واحد في الشهر يجيب لك 10 دولار ولا 5 دولار على لي زاشار بيرسونيل نتاعو، معناها لو كان ناخذ 5 دولار في الشهر على واحد برك نضربوهم في الألف، هذوما 5000 دولار يعني 10 مليون فلوس تونس ينجم يكونوا جايين جيست من لي زاشار نتاع الناس بوتونسييل. يوميا الناس قاعده تشري، الوغ انت عندك فرصه باش تاخذ نسبه من التخفيض اللي تحصل عليه الحريف نتاعك يتوجه ويشري من المحلات التجارية المتعاقدة مع شركة الكلوب شوب. بالطريقة هذه الحريف نتاعك الشخص المسجل معاك مش يتمتع بالتخفيض، وانت زادة مش تستفاد بعمولة على عملية الشراء اللي قام بها، لأنك انت كنت وراء يعني انت كنت السبب وراء انه المومبر هذا يتوجه المحل التجاري ويقضي من عنده افيك روبيز. دونك هكا اعطينا شانس للتجار باش يربحوا دي نوفو كليون اللي هما مسجلين من شركه كلوب شوب. ثم عندك عموله كي تبيع بطاقات الوفاء كلوب شوب ريوارد. البطاقه هذه اللي احنا قلنا بايون بارابول لي زوتر كا. انت اليوم كشخص مسجل معانا جديد في لونتربريز كلوب شوب، انت مش تخدم انك تظهر مميزات الكارت هذه للناس كما كنت انا نفسر لك في مميزات الكارت هذه بارابول لي زوتر كا. الانسان اللي يحس بقيمه الكارت هذه
وكيعمل عملية حسابية بسيطة يلقى روحه انه يربح برشا فلوس، لانه مش يولي على مدار السنة يشري بتخفيض، دونك مش يقتنع كون الكارت هذه مش تغير له برشا حاجات في حياته، وقتها مش يشري من عنده، مش يشري الكارت كلوب شوب. يمكن كما انت اذا كانك اقتنعت بالكارت هذه اكيد مش تطلب بطاقة الوفاة متاعك، اذا كانك ما اقتنعتش اكيد ماكش مش تطلب بطاقة الوفاة هذه. دونك فما ناس اللي انت مش تحكي معاهم ومش تعرف لهم بالمنظومة هذه ومش تعطيهم فرصة انهم يشيروا افيك روميز، الناس هذوما تنجم انت تبيع لهم لي كارت كلوب شوب، لانك تجي تشري كونتيتي نتاع دي كارت ببري معين تعود تبيعها، مثلا تشري كارت ب 5 دولار ولا 6 دولار حسب الكونتيتي، كي تعود تبيعها ب 12 دولار ولا 10 دولار، دونك عندك كوميسيون في لي فونت نتاع لي كارت. معناها لو كان ناخذوا انك تربح باغ اكزومبل 5 دولار في الكارت الواحده وتبيع 1000 كارت، هذوما 5000 دولار جايين سولمون من لي فونت نتاع لي كارت، ابار لي زاشا معناها لي كوميسيون لي جايين من لي زاشا نتاع لي مومبر. وهذه الطريقه الثانيه بور توشي ان كوميسيون في لونتربريز كلوب شوب ريورد. الناس هذوما اللي انت مش تسجلهم معاك جراتويتمون كيما انتوما، فما برشا كيما انتوما فيكم برشا مش يكون انتريسي باش يخدموا معانا ومش تعجبوا المنظومه، كيما فما شكون ما تعجبوش المنظومه ولا يشوفها صعيبه عليه ولا ما هيش جو، فما فيكم شكون مش يقرر انه يخدم معانا، دونك مش يولي شريك تجاري كيما انا تو في الانتربريز. انتوما عاملين انسكريبسيون جراتويت، انا عامل انسكريبسيون بايونت كيما برشا زاد حاضرين معانا، انا عند الانتربريز انا الشخص نخدم معاك كوم شريك تجاري، دونك انت زاده مش تولي تعطي فرصه للناس باش تخدم، باش تنكادريهم، باش تعاونهم كيفاش تصير العمليه، كيفاش يبيعوا لي كارت، كيفاش يفسروا الكونسيبت، معناها باش تعمل انكادرمون كامل وكونتيني. دونك لهنا لونتربريز باش تعطيك عموله على تسجيل الشركاء هذوما، الناس اللي انت باش تنكادريهم باش تكون ريكونبونسي عليهم زاده. كيف كيف باش تاخذ عموله عن تسجيل محلات تجاريه جديده. كي تسجل تاجر جديد سيرتو في الباك بايون، معناها عندنا دي باك بايون، التاجر مش يضمن لك مداخيل، معناها الانسكريبسيون مش يقوم بها عندك فيها بورسونتاج. كيف كيف عمولة عن تسجيل جمعية تجارية وتعاونهم باش يطبقوا البروجرام نتاع الكلوب شوب. دونك تشوفوا خمسة طرق ممكنة، نجم نخدم على خمس طرق، نجم نخدم على ثلاثة برك، نجم نخدم على جوز كاو، نجم نخدم على أربعة، نجم نخدم على فورم واحدة، معناها أنا مسؤول على مشروع انا وطموحاتي، واحد يقول لك انا نخدم كان على لي زاشان تاع لي مومبر، واحد يقول لك نخدم كان على لي فونت تاع لي كارت، واحد يقول لك نخدم على الكل، الاخر يقول لك نحب نسجل كان تجار، الاخر يقول لك نحب نخدم كان على الجمعيات، واحد يقول لك نحب ندخل كان العباد اللي تخدم. دونك كل واحد عنده افكاره، كل واحد عنده طموحاته، وكل واحد كيفاش يشوف لا بون استراتيجي اللي تخليه يكون مدخول شهري، لكن يبقى تطبيق النظام الداخلي للشركة واحترامه هو واجب على كل شريك في الانتربريز. عندك الحرية في اختيار مكان العمل، ساعات العمل، الطرق اللي تحب تقدر عليهم باش تكون الرغبة نتاعك، فقط تحترم النظام الداخلي نتاع الشركة وتحاول ما تتجاوزوش، وتحاول زادة انك تحترم الناس اللي تخدم في الانتربريز، وما تكونش عرضة للعقوبات نتاع الشركة كما تعرضوا لها برشا ناس اللي هما خالفوا النظام الداخلي نتاع الشركة، اللي هما حبوا يفرعشوا النظام نتاع الشركة، قامت الشركة بطردهم، وهما توا قاعدين ينشروا في معناها قاموا بنشر دي فيديو من أجل تشويه سمعة الانتربريز، واللي فيديو هذوما تنجم تلقاهم في يوتيوب وغيره، دونك حذاري من اللي فيديو هذوما تاع ناس اللي تبث في معلومات خاطئة من تجربتهم الخاصة اللي هي تجربة خاطئة. ولو كان جات تجربة الناس عمرنا طرد من الانتربريز، دونك فات اتونسيون رد بالك تكون فريسة سهلة للأنواع هذوما نتاع العباد اللي معناها لا نجموا هما يفيدوا رواحهم ولا نجموا معناها يفيدوك أنت. دايور أنا أكثر من تجربة، أنا نخدم من ديسمبر 2009 في الانتربريز كلوب شوب إلى حدود تو 2016، إي معناها قاعد نتسلك في الكونسيبت وقاعد نحاول إنه نخليك تستغل الكونسيبت هذايا بالكيفيه اللازمه. انا برمي الناس اللي خدمت كوريكتومون في الانتربريز واحترمت النظام الداخلي نتاعها، معناها وجوتوش اروهني في الانتربريز والحمد لله، ونحب انت زاده تستغل المنظومه هذه، ومستعد باش نعاونك تاب باري تاب
سواء باللي كونفيرونس نعملهم دو بريزونتاسيون دو فورماسيون ولا لي سيبور فيديو اللي حضرتهم ولا ميم نجاوبك على الايميل نتاعك باش نوصلك فينالمون انك تحقق انت روبوني معناها محترم نهاية كل شيء. به نعطيكم لمحة على اللي روبوني اللي نجمو تتحصلوا عليهم في الانتربريز كلوب شوب. او دي بي مانيش نقول لك راك مش تولي مليونير وبيان راك من الاول مش تولي عندك ان تري بون روبوني. نو او دي بي سي ان بروجي il faut comprendre اللي هو راه ماهوش ان سالير ماكش مش تدخل معنا باش تعطيوك ان سالير لكن باش تعطيوك روبوني كل شهر. والروبوني هذايا ديبون بالجراد نتاعك في الانتربريز. كيما تشوف الكولون هذايا دي كوميسيون على الاول فابل نجمو نعتبروهم كوم ارجون دو بوش نجمو نعتبروهم مصاريف للبروجي نتاعنا. لكن ابارتير من جراد ديريكتور دو ريبي نجمو نحكيو على كوميسيون وموان تغيرلك شوية حياتك ويبقى الهدف الرئيسي نتاعك انك توصل ديريكتور اكزيكيتيف. لانه كي توصل ديريكتور اكزيكيتيف باش تعمل روفوني دوزون 800 دولار 600 دولار 700 دولار حسب البلاد اللي انت فيها. اوكي دونك لوبجيكتيف او ديبي كي تولي تخدم في الانتربريز انك توصل للجراد ديريكتور اكزيكيتيف. لانه كي توصل للجراد ديريكتور اكزيكيتيف وقتها كملت الفورماسيون نتاعك في الانتربريز وقتها انت شخص كاليفي باش توشي ان بون روفوني. مي لي جراد الاولانيين هي البيريود اللي مش نتعلموا فيها البيريود اللي مش نتعبوا فيها برشا مش نخدموا فيها برشا ومش نحاولوا نحطوا البروجي نتاعنا في البون شوما. دونك لا كجوار ديكيب ولا كليدر ديكيب ولا كابيتان ديكيب ولا كبرونز مانجر مش تقول حياتي تتبدل. حياتي تتبدل ابارتير من الجراد ديريكتور دو ريبي فما فوق وقتها نبداو نقولوا حطينا البروجي نتاعنا في السكه الصحيحه وبدينا المجهودات اللي قدمناها موديبي بدات تعطي اكلها بالطريقه الصحيحه. نواصلوا هذايا البارتي اللي وريتها لكم التابلو الاولاني نجمو نعتبروها خدمه 6 شهور الاولانيين نجمو نعتبروها خدمه 8 شهور الاولانيين نجمو نعتبروها خدمه عام الاولاني. نعتبر روحي في عام ستاج موديبي نعتبر روحي في ستاج نون بيون تما هو بيون. دونك او ديبي نخمم في حاجه برك اني نخدم. الحاجه الاولى اني نميتريزي مليح الكونسيبت هذيا بالديتاي نتاعها. لوبجيكتيف اني ناخذ معلومه افيك بريسيزيون معناها بريسيزيون كبيره باش كي نجم نقنع اي شخص خاطر كي تبدا معلوماتي ناقصه ولا معلوماتي مغلوطه ولا مفهوم عن شخص نون كاليفيي وقتها مش نبني حاجة مش على أسس صحيحة. دونك البيريود الأولى اللي أنا مش نخدم فيها اللي مش نحط فيها البروجي نتاعي القدام هي البيريود اللي كنت نحكي عليها تو. لكن فما البيريود هي البيريود كيما نقولوا الهدف الكبير نتاع الناس الكل هي أنك تكون ديريكتور إكزيكيتيف افيك دي زيتوال. هيك الروبوني اللي حكينا عليه 600 دولار 700 دولار كي توصل ديريكتور اكزيكيتيف افيك اون ايتوال دو ايتوال تروا ايتوال لونتربريز باش تعطيك دي بونيس باش تعطيك دي بونيس معناها تولي توشي 2000 دولار بار موا تولي توشي 3000 دولار بار موا توشي 5000 دولار بار موا توشي 10000 دولار بار موا ميم انليميتي. مي باش توصل نحقق المداخيل هذيا لازمني نخدم كونفونابلومون او ديبي لازم نعرف نختار الفريق اللي انا مش مكون. ما نجيبش ناس نون كاليفي ما نجيبش ناس هدفها فقط اني اعطيني نربح بشتى الطرق. ما نجيبش عباد اللي نعرفها ما تحترمش العمل وتحب كل لارجون فاسيل هذوما عباد ما نجيبهمش معايا في نون فابريز. لانك انت هذايا مشروع والمشروع هذايا كي انسان يعمل مشروع ويعمل انفستيسمون تاع 20 و 30 مليون يظهر لي ما تجيبش معاك نون بوركي يظهر لي العباد اللي تجي تحب تشوف الناس اللي خير من بعضها اللي الناس اللي تحب تخدم بالحق. مالوروزمون الكونسيبت هذيا ما ينجم ينجح فيها كان الانسان اللي يخدم كوريكتومون والانسان اللي يحط في قلبه لوبجيكتيف معين يحب ينجح. اما باش يجي يستعمل طرق ملتويه
والا اعطيني ارجون فاسيل ونعمل ابونمون واعطيني فلوس. هذوما الناس الكل كانت النتيجه بتاعهم واحده هي الفشل. اما اللي خدموا كونفينابلومون وساهموا على المشروع نتاعهم وعرفوا يختاروا لي مومبر نتاعهم، الناس هذوما يخدموا لاباس عليهم، يكتوش بيان شاك فان دي موان. وان شاء الله انت تكون برمي الناس هذوما. بتشوفوا في الايماج حاط الطياره، تقولوا شنو الطياره هذه؟ الطياره هذه كي توصل ديريكتور اكزيكيتيف 5 اتوال، دونك افار الروفوني المحترم اللي انت باش تاخذه في الانتربريز اللي هو بري جون دو بين 2500 دولار و 3000 دولار، الانتربريز باش تعطيك بواياج انت وشخص تختاره 3000 تو فري بي على حساب الانتربريز في بلاد تختارها لك الانتربريز في الاوبشن. باش تاخذ بواياج باش تمشي انت واللي مومبر في كلوب دومباسادور باش تتعرف على بلاد الجد على الكلوب دومباسادور باش تبدل الجو شويه. وكيف كيف كي توصل ديريكتور اكزيكيتيف 10 اتوال باش تدخل كلوب دومباسادور دو لا كورون باش تاخذ فواياج نتاع 7 نوي تو فري بري تو فري بي على حساب لونتربريز انت وشخص تختار. اوكي دونك هذايا اللي ينتظر فيكم في البروجي. دايور حسب الاهداف اللي حكينا عليه وحسب البروجي نشوفنا التجار والناس تشري والاف العباد تحت دونك ديرو بني كيما هذوما يتسمى ديرو بني سي فاسيل رياليزي. ايش معناها؟ لازم فقط نحط استراتيجية العمل واضحة، نحط اهداف واضحة، واحد مع واحد يساوي اثنين. اللي يخدم كونفينابلومون ينجم يحقق لي روبوني. وانا بيرسونيلمون وصلت للتابلو هذا ونعرف تري بيان اش معناها تابلو كيما هذا، ونعرف كيفاش الانسان حياته تتبدل كي يوصل يعمل دي روبوني بالقيمه هذه. فما ناس قبلت نجحت على الور، علاش انت ما تنجحش؟ بارك الله عليك، قاري متقى بتاتر جون، عندك الكاباسيتي دابروندر، ما فما حتى حاجه تخليك ما تكونش انت برمي الناس اللي توصل تحقق دي تري بون روبوني في لونتربريز كلوب شوب. اللي لازم شنو؟ نخدم كوريكتومون، نكون افيك اون كونفيونس 100% في لونتربريز اللي انا موجود فيها. نبعد بعد سماع الارض عن الناس اللي تبث في الافكار السلبيه واللي ما تحبنيش ننجح. انا اول ما بديت بيرسونالمون كي نحكي مع الانتراج نتاعي مع اصحابي اللي انا وقت بديت نعمل في نقل دوزيام اني سيكل بريباراتوار، انا نشوف في ليكول دانجينيور. نحكي مع صحابي يضحكوا عليا، نورمالمون هو جوني لازم يرحب بالفكره. ابسط الناس الفامي يقول لك هذه حكايه فارغه، لكن مع هذا ما دام اقتنعت انه البروجي هذا سي كان بروجي اللي نجم نحققه، امنت بقدراتي وتحديت الناس هذوما وفسرت لهم وعطيتهم في الوقت فوالا هذا البروجي اللي انتم تحكوا عليه دي بي. ها هو البروجي هذا، اجا اعمل انت موتي اللي قمت بها. الوغ كو انت مشكلتك مش كي تضحك، ما عندكش الكاباسيتي وما عندكش القدره انك تنجح. علاش؟ خاطر ما امنتش بالقدرات نتاعك. لو كان امنت بالقدرات نتاعك وخرجت القوه اللي فيك الجرينتا اللي فيك، تو تشوف اللي انت فاسي ما تنجم توصل تحقق الهدف هذا، خاطر مازلت ما عرفتش وما خرجتش مواطن القوه اللي موجوده فيك. لو كان عرفت حقيقة الإمكانيات وحقيقة القوة اللي ربي سبحانه بعثها لك في تفكيرك وفي بدنك وكذا، كنت تنجم تنجح في أي مجال تحب عليه. وهذا هو ما نرزمون اللي ناقص برشا الشباب، يحبوا الحاجة الفسيح، يحب يسكر الثنية باش يعطيوها خدمة وشهرية في بيرو كليماتيزي، وبعد نحوسوا من قول الإدارات اشترى فارغين البيرو، اشترى فارغين اللي يجي ساعة بعد الوقت اللي يروح ساعة قبل الوقت. هذا ما فماش إفادة، هذا هو معناها استهلاك للقدرات و نتاع نتاع معناها ما فما حتى بليز. أو بروجي باش نعطيك بليز، اليوم أنت باش تولي تعطي فرصة للناس باش تخدم، فرصة للجمعيات باش تكون موارد مالية، فرصة للتجار باش يدعموا مداخيل، فرصة للناس باش تشري الكوميس. أه الإضافة اللي أنت باش تقدمها للعباد، أنت باش تعاون العباد في نفس الوقت باش تستفاد من بروجرام كيما هذا. فيد ونستفيد. غاليون غاليون باه نجيو توا كيفاش باش ننطلق في العمل هذا، كيفاش باش نبدا؟
كيفاش باش نبدا في المشروع؟ دونك اول حاجه لازمني نختار الانسكريبسيون المناسبه، لازمني نحدد انا شنو الاهداف نتاعي في دخولي في الانتربريز هذه. في الانتربريز كلوب شوب عندك اربع انواع من الانخراطات، ثلاثه منهم جراتويت مجاني مجاني مجاني، واحده برك بايون. دونك لانسكريبسيون ان طونك مومبر، لانسكريبسيون ان طونك افيليت، لانسكريبسيون ان طونك بارتنر سي، اي انسكريبسيون ان طونك بارتنر. لانسكريبسيون ان طونك مومبر فيها افونتاج واحد، امكانيه الشراء بتخفيض على مدى السنه من جميع المحلات التجاريه المتعاقدين مع شركه كلوب شوب. نسجل كمومبر جراتويتمون عندي حاجه بك اني نجري هذاك التخفيض، لكن كي نسجل ان طونك افيليت عندي نفس الهدف كما نفس الافونتاج كما المومبر، لكن عندي امكانيه تسجيل منخرطين جدد بالرابط الخاصي، وعندك امكانيه بيع بطاقات الوفاء. بينما لانسكريبسيون ان طونك بارتنر سي فيها نفس المميزات الافونتاج كما لي زافيليت، لكن باش تعطيك بوزيسيون دي سي بارتنر بوندون 30 جور مع ليكيب دو بارتنر. ديجا اللي فيكم تسجل كبارتنر دي سي ينجم يدخل للجروب نتاعو يلقى رابور دي سي اخضر في دي بوان قاعدين يتزادوا، وينجم معناها يشوف لافونسمون نتاع لونتربريز كلوب شوب. لانسكريبسيون ان طونك بارتنير هي لانسكريبسيون الوحيدة اللي هي بيون، اللي هي تمكنك من باش تحصل على روفوني مونسيال، لأن الثلاثة انخراطات الأخرى تعطيك الفرصة باش تحصل على دي كوميسيون. لي كوميسيون هذوما كان فما ديزاشار أكيد فما كوميسيون، ما فماش ديزاشار ما فماش كوميسيون. كان فما دي فونت تاع دي كارت فما كوميسيون، ما فماش دي فونت تاع دي كارت ما فماش كوميسيون. بينما الانسكريبسيون ان طونك بارتنير شاك موا مادام عندك جراتي لونتربريز كلوب شوب الا عندك مدخول. الانسكريبسيون ان طونك بارتنير تعطيك فرصة باش تشري افيك روميز، وتعطيك فرصة باش تسجل معاك عباد اخرين، وتعطيك فرصة باش تبيع بطاقات الوفاء، وتعطيك فرصة باش تسجل تجار، وتعطيك فرصة باش تسجل جمعيات، وتعطيك فرصة باش تعطي فرصة لعباد باش تخدم. معناها هي الانسكريبسيون اللي فيها لي زافونتاج الكل في لونتربريز. هذاك علاش هي لانسكريبسيون لا بلي روندابل، وهذاك علاش اي انسان جاء وحب يخدم في لونتربريز خذ ديسيزيون باش يكون بارتنر. لكن السؤال المطروح، علاش لانسكريبسيون هذيا بريون وما كانتش جراتيك كيما لي زانسكريبسيون الاخرين؟ سي سامبل، على خاطر الاشتراك المدفوع هذايا مادام تخدم في لونتربريز انسان يخدم اش معناها؟ معناها لازمو ماتريال خدمه. الماتريال الخدمه نتاعنا في لونتربريز هو السنتر دافير بارتنير، سكون ابل جي بي اس جلوبال بارتنر سيستم. السنتر دافير هذايا اش فيه؟ هو فيه دي رابور اون لين، فيه دي كور دو فورماسيون، فيه لي رابور كل كبيره وصغيره اللي تخليك تجاري لونتربريز نتاعك افيك سيكسي. والحاجه المميزه نتاع الاشتراك هذايا كونه عندك 30 يوم ساتيسفي ورمبورسي. معناها انت مثلا اليوم قررت انك تخلص الاشتراك نتاعك وتاخذ السونتر دافير هذايا وتكون بارتنير وشريك اوفيسيال في لونتربريز كلوب شوب. من هذاك اللي خلصت الانسكريبسيون تاعك عندك 30 يوم باش تجرب المنظومه. اذا ما عجبتكش المنظومه هذه وقررت انك تعمل رومبورسمون، فما تروز اكزيجونس دو رومبورسمون. كي تجي تخلص لابونمون لازم تقراها، انك تحضر او موان كونفيرونس، انك تدخل رابور داكتيفيتي تروا فوا في ثلاثه ايام مختلفين، وانك تعمل لونكيت نتاع معناها باش تاخذ البوليس. امر ثلاث حاجات اللي هما تروز اكزيجونس سامبل ما عجبتش الخدمه، دونك تي بو انيلي فون ترانسكريبسيون. وانا من هنا من الموقع نتاعي ما تخلص لابونمون الا ما تكون مقتنع، ونهار تخلص لابونمون تنسى 30 جور ساتيسفيون موسي، ويبدا عندك حاجه واحده ننجح او ننجح، ما فماش خيار ثاني. لانه اللي يحبوا يكون في الجروب نتاعك يحبوه يكون انسان ناجح، حتى ولو على الاول ما عندكش القدره باش تنجح، لكن الفشل وراء فشل هو حاجه اللي تسبق النجاح. ما فماش انسان تولد ناجح مليون، وما فماش انسان تولد فاشل مليون. فما محاوله، فما اخفاق، ثم اعاده المحاوله، ثم اخفاق، ثم اعاده المحاوله، ثم النجاح. النجاح هو عقليه، ماهوش حاجه تتعطى كذب. اللي ينجح كيما الطفل الصغير
تمشي احنا تو كي نمشيو على سبينا يا اخي ملي تولدنا نوقفوا على سبينا ونمشيو على سبينا وغدنا اول ما تولدنا من لحظه لحظه يهزوا فينا كل كره واحد يطيش الاخر بعد بشوي بشوي الواحد ولا يوقف شوي على السقيف يعمل خطوات ويطيح يعاود يوقف يعاود يطيح بشوي بشوي الانسان يوقف على السقيف ولا عنده قدره باش كل شيء يعمل وحده نفس هذه هي نفس يعني اي بروجيت الدنيا هذه في نفس المواصفات به دونك كي تيغ سونتر دافير بارتنير مش تبدا تعمل في نشر اعلانات في المواقع على الانترنت احنا كنا مش نعتمد على الانترنت مش في الانترنت بس يدنوس بالالاف باش نعمل اوفر دونك الوقت في الاف المواقع في اي بلد نحب عليها انا في تونس نحب نعمل معناها انونس باش ندخل معايا عباد في فرنسا نمشي ندخل نكتب في جوجل انونس فرنسا نخرج المواقع نتاع فرنسا نديبوزي الانونس بتاعي باش كونتاكتيني ناس من فرنسا نحب نديفلوبي البروجي نتاعي في لافريك نفس الطريقة نحب نخدم بالفيسبوك نجم نلقى عباد في أي بلاد في العالم بالفيسبوك كي نعمل لي زانونس نتاعي اللي هي اللي تاب الأولى مش باش يصير مش يكونتاكتيوك عباد من مختلف الولايات والبلدان والهدف نتاعهم شنو هو معرفة العرض المقدم لهم من خلال الأعمال نتاعهم فما لوجيسيال بسيط جرافي اسمه سكاي أي سيدي بوزيت انتريسي بعثت ايميل انتريسي باش تفهم المنظومة أنا إيجا سكاي احنا تو نحكيو في كونفيرونس مي إيجا سكاي فوالا اي جيكسبليك لو كونسيبت كلوب شوب كيما انا اكسبليكيت لك بالضبط فسرلك شنو المنظومة كيفاش نستفاد منها الكلام اللي انا نحكي فيه بون انا جي ديفلوبي لي زيدي مي تي بو معناها في 30 مينيت او ماكسيموم تنجم تحكي وتكومينيكي انت والمومبر نتاعك انا تو قاعد نحكي وحدي وانتم تسمعوا لكن تنجم على سكايب سو فورم كومينيكاسيون بينك وبين المومبر سافا فهمت اوكي تري بيان اون باس ما فهمتش سي كوا فوتر كيستيون جو تكسبليك اي جو باس بيه. كي مش نقدم العباد هذوما مش نعطيهم فينالمون مش نعطيهم فرصة باش يشوفوا أقل تكلفة ممكنة ومش نوريهم كيفاش يمشيو واحد كرونيس ومش نعطيهم فرصة باش يشوفوا مع الشركة معناها مع الشركة كيفاش يولي بارتونير وفرصة الناس اللي مش تخدم معاك مش تولي كبارتونير باش تعمل باش تعطيهم فرصة كيفاش يسجلوا تجار كيفاش يسجلوا جمعيات كيفاش يبيعوا لي كارت كيفاش كذا هذا هو البروجي نتاع الدي اش اس سي ان بروجي سامبل كيما تشوفوها معناها يظهر عليه كومبليكي لكن هو سامبل دونك شو كيفاش تو باش نديفلوبي لي زيدي نتاعي باش تحط لي ديتا مثال تقول لي انا كيفاش نعاون الناس اللي تشري هذاك الكرونيس كيفاش يعرفوا التجار كيفاش تصير عمليه لي زاشا هذا تو اجتهاد منك انت انا عطيتك البروجي اون جينيرال وانت تو مع البرا نتاعك مع الشخص اللي سجلت معاه باش تديفلوبي لي زيدي هذا كيف كيف الخدمه كيفاش تسجل التجار كذا معناها تو باش نبداو نديفلوبي لي زيدي اذا كان عجبك البروجي اون جينيرال صرا هذا هو البروجي نتاع الدي اش اس انا هذا سهل السؤال تو شكون فيكم جديد عجبك الكونسيبت انتريسي باش يبدا ولا سي كوا فوتر ديسيزيون بعد البريزونتاسيون اللي انا قدمتها لك تو استو فوزيت انتريسي باش تبدا البروجي نتاعك في كلوب شوب وي ولا الا عندكم الميني تشات وتنجموا تحطونا لي كيستيون تاعك مرحبا بكم مرة أخرى الناس الكل يعطيكم الصحة على لي كومنتير برشا بليزيور موبل انتريسي باش يخدموا معنا في الانتربريز وكلوب شوب
يعطيكم الصحة سي تان بون شوا بالنسبة ليكم. ميرسي بوكو. إذا قريت كيلكو كيستيون اللي تبعثوا ومش نقدم بتيت اكسبليكاسيون مينتنون اللي هي مش تجاوب على أغلب لي كيستيون نتاعكم. هو الكيستيون هذايا هو كيفية الانطلاق في العمل. السؤال هذا هو كيفية الانطلاق في العمل. إذا أولا لابد من الاستعداد الجيد قبل الانطلاق في الحديث مع أصدقاء. أول حاجة باش نجم تكون معناها افيكاس مع الناس اللي مش تحكي لي مع منظومة الكلوب شوب واللي مش تحكي لي مع الفرصة اللي انت تحصلت عليها اليوم. أولا لابد من الاستعداد الجيد قبل من الانطلاق في الحديث مع اصحابك على الاقل ولا لي مومبر دو فوتر فامي اللي هما الناس اللي تعطي فيهم اللي يعطيو فيك الكونفيونس. شنو كيفاش الانسان يستعد جيدا؟ اولا لازم يكون عندك القدره على التعريف بتاريخ تاسيس شركه الكروب شوب ونوعيه الخدمات التي تزديها لمنخرطيها. ديجا كما فسرت لك انا تو في البريزونتاسيون لازم يكون عندك القدره انك تحكي على الانتربريز وعلى كي انسان يسالك يقول لك شنو السوسيتي قاعده تبيع. لازم تكون تعرف تحكي على السيرفيس اللي تقدمه لونتربريز كلوب شوب. كيف كيف يكون عندك القدره على التعريف باهداف الشركه وكيف كيف القدره على التعريف بدور الشريك التجاري اللي بارتنر يعني الناس اللي بيشتغلوا في لونتربريز وخاصه كيفيه احتساب المداخيل الشهريه الخاصه بهم. كيف كيف القدرة على التعريف بكيفية الشراء من المحلات التجارية المتعاقدة مع شركة البلوك شوب ريورد. ثم إذا بعد تكون متريزي على الأقل هذوما الحاجات دو باز تنجم تبدأ تحكي مع شعب أوبجيكتيف صغير أونسومبل هو أنك تسجل في ظرف 3 أيام وسي فاسيل تسجل على الأقل 5 أعضاء من أصدقائك يعني 5 ممبر سواء أصحابك ولا من الفاني نتاعك سجلهم بالرابط الخاص بيك. دونك باش يكون عندك اليان دو باريناج تنجم تاخذه من عند البارام تاعك ولا تبعث لي ايميل. دونك باش يكون عندك اليان دو باريناج وفيه ليدونتيفيون تاعك هذا تشوفه ليدونتيفيون اللي بالروج هو ليدونتيفيون تاعي انا جيست باش تبدل ليدونتيفيون تاعي بار فوت ليدونتيفيون وبالتالي يكون اليان دو باريناج هذايا اي شخص باش يقوم بتعمير الاستماره مش يكون مسجل تحتك. دونك الأوبجيكتيف نتاعنا توا هو أنك تسجل لنا على الأقل 5 أعضاء من لونتوراج نتاعك. ثم الناس هذوما مش تعطيهم على الأقل شرح عام للمنظومة معناها تفسر لهم أموال الدين نتاع الشركة كيفاش يجيو يخدموا. نعرف اللي أنت ماكش مش تكون إفيكاس نعرف اللي أنت ما عندكش القدرة باش تفسر المنظومة كاملة لكن اللي نطلبه منك هو أنك تحكي على البرانسيب نتاع الفكرة ثم تستدعاهم للاجتماع المقبل لمزيد فهم العمل. معناها احنا نقدم لكم على الاقل كونفرنس ولا 2 بار سيمين. لي كونفرنس هذوما حاول انك تنفيتي يعني تاخذ ليان ديما حاضر تلقى نتاع الاجتماع المقبل تاخذ ليان هذا وتنفيتيهم للكونفرنس. وبيان سور مش يساعدك في الشيء هذا الباران والكوتش نتاعك. بعد ما نتعلموا على الاقل هذوما الحاجات دو باز نجم وقتها ننطلقوا في نشر الاعلانات في مختلف المواقع الاخرى اللي سيت دانونس جراتويت في الفيسبوك في تويتر وغيره. به ثم اذا كان سي بون تنجم تاخذ القرار نتاعك بدفع الاشتراك قبل نهايه 30 يوم نتاعك كشريك تجاري معنا كبارتنر دي سي باش تكون معنا كبارتنر لانه الانسكريبسيون اون طون كبارتنر كيما حكينا هي الانسكريبسيون لا بلي رونتابل في لونتربريز. وبالتالي تقوم بالدفع الاشتراك نتاعك بالوسائل المتاحه عندك سواء بكارد كريدي ولا انترناسيونال ولا بكونت باي بال ولا بالويسترن يونيون او بيان اذا كان عندكش الميثود اللي هما تنجم تخلص عند البي ال جون اللي موجود في البلاد نتاعك كيما في تونس مدام توريا السيلي البي ال جون في الجيري مدام عقيله هما اللي بيجون اللي في تونس وفي في الجزائر واللي هي دوتر بيجون في لي زوتر بي. ثم بعد ما تخلص الاشتراك نتاعك مش تولي معنا كبارتنير مش تنطلق اول حاجه بقراءه وتطبيق محتوى الدروس الخاصه بالشركه اللي هي في الاي بيزنس انستيتيوت. مهم جدا انك تقرا لي كونتينيو نتاع لي كور دو فورماسيون اللي يكونوا موجودين على بنتك لانه قراءتهم فهم وتطبيقهم
هما الكلي دو فوتر ريسي في البروجي مع كلود شوب ريورس. وبالتالي اللي يكون هذا مش تستعمل فيهم العمل معناها بتستعمل تقنيك التي ان تي 2.2 اللي هي تكنيك مهمه برشا تخليك ديفلوب في الجروب نتاعك افيك بوكو دو رابيديتي اي ديفيكاسيتي. وكي نحكيو على رابيديتي وافيكاسيتي نحكيو على روفوني ايفوليتيف محترم اللي هذا هو الاوبجيكتيف برانسيبال نتاعك في التحاق بمنظومه الكلوب شوب ريوردز العالميه. هنا مفاتيح النجاح سهله برشا. باش تكون ناجح في منظومة الكلوب شوب لازمك تكون متميز وديفيرا عن الناس الأخرى. مثلا الناس السلبية هي لازمك تتوقف أول حاجة على لعب دور الضحية ولا إيجاد الأعذار كما يمكن الناس تفهمني يمكن الناس ما تفهمنيش. دونك تحاول تخلق الأعذار باش إنك ما تنطلقش في العمل. هذا الكل لازمك تتوقف عليه رابيدمون. السمح للغير بالتحكم بحياتك. نجم تحكي مع شخص من اصحابك تقول له لقيت فرصه باش نخدم معناها ديستونس هذاك اللي ممكن تفيزي في لوب شوت تقول لك لا وقتك ولو عليك وحكايه فارغه. دونك لازمك تبعد عن الناس هذوما اللي هما هدفهم سولمون دي بريجيزي لانك انت اليوم فافوريزي عليهم لانك انت فاهم المنظومه هما مش فاهمين بالمنظومه. دونك انت اللي مش تعطيهم شانس مش هما اللي مش ياخذوا لك القرار افوتر بلاس. وضع سعادة الآخرين قبل سعادتك. لازمك تحرص أن الناس هذوما ينجحوا. الاعتماد على الغير لتحقيق السعادة لازمك توقف على الاعتماد على الغير. لازمك تعمل على روحك. التشكيك بقدراتك لأنك أنت إنسان قوي. ربي سبحانه أعطاك مجموعة من معناها من القدرات لازمك تعرف تستخرجهم ولازمك تعرف تعرف عليهم. دونك تتوقف سيرتو على التفكير بالماضي وتبدأ من اليوم في الاستمتاع بوقتك لوحدك. الخروج من المنزل تفكير ايجابي الثقه بالنفس التعبير عن نفسك وعن احلامك معرفه حدود طاقاتك وقدراتك العمل على تحقيق كل ما تريد الابتسام مهما كانت الظروف. حبوك تكون انسان بوزيتيف تخدم. اليوم فرصه بين يديك باش تنجح وباش تطور ان جران بروجي على شكل انترناسيونال اللي خليك تحصل على مداخيل محترمه جدا. دونك هذا المداخيل اللي تنتظر فيك دي تري بون روفوني. دي روفوني تغير لك حياتك تخليك تشري الفواتير اللي تحب عليها تخليك في بالي اخرى في الحياه. الله هذه فرصه. احنا مانيش نقول لك راك مش تولي مليونير دون كيلكو موا سون ترافاي. دونك احنا نعطيوك الشانس نعطيوك الفكره نتاع المشروع نعطيوك الاليات نتاع المشروع نعطيوك كيفاش تنجم توصل بالحق تحصل على مداخيل ماليه محترمه وانت دورك تخدم تجتهد لتحقيق هذه الاهداف. دونك شكرا على الحضور والمتابعه. يسعدنا برشا الحضور نتاعك في كونفرنس الليله وان شاء الله نلقاوك في الاجتماع المقبل. نرحبوا بيك ونرحبوا توجور باللي كيستيون تاعك تبعث لنا على الايميل على الفيسبوك على سكايب. احنا واللي كوتش واللي بارن كل افوتر ديسبوزيسيون باش نعاونوك. يرجى متابعة خاصة بريدك الإلكتروني يوميا لقراءة جديدنا للرسائل اللي نبعثوها لك اللي تخص فوتر بوزيسيون دي سي لي زيميل اللي بعثها لك الباران. دونك سي تري انتيريسون باش تقعد اجور مع البوات ايميل نتاعك. فرحان برشا بالحضور نتاعك. ميرسي بوكو. مع تحيات محادثكم حسن بوزيد. دمتم في امان الله وتصبحوا على خير.